بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة، حلقة اليوم رائعة 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 جدا. في حلقة اليوم سأشارككم أقوى، بالضبط كما أقول، أقوى موقع في العالم في الديجيتال ماركتينج. يعني هذا الموقع هو منتدى، عبارة عن منتدى يشاركك كيف يقوم الأشخاص بالربح من الإنترنت، كيف يقومون بالربح عن طريق التسويق، كل ما يخص الباي بال، الأدسنس وغيرها من المواضيع التي تخص يعني الربح من الإنترنت. هناك أشخاص مثلا، تجد شخص استطاع أن يربح مثلا اليوم من الإنترنت بطريقة يعني استعملها $100 $300 $1000، يقوم بمشاركتها يعني في هذا المنتدى. يعني في الغرب حقيقة لديهم يعني سياسة المشاركة تعجبني، يعني لديهم كما قلت يعني سياسة المشاركة. إذا أحد منهم اكتشف طريقة ربح منها المال فلا يخفيها، يعني مباشرة يقوم بوضعها على هذا المنتدى، ولكي تتمكنوا أنتم أيضا بكسب المال مثل ما هو يعني كسب من خلال تعلم هذه الطريقة. إذا قبل البداية في يعني الذهاب وشرح هذا المنتدى، إذا كانت هذه أول مرة تشاهد في فيديوهاتنا يعني فلا تبخل علينا بالضغط على الاشتراك، سبسكرايب في القناة، وفعل خاصية الجرس لكي تتوصل بشعارات حول جديدنا. إن شاء الله سيكون هناك منتديات أخرى سنقوم بمشاركتها لكم، ولأجل يعني أن تتمكنوا من العمل عن طريق الإنترنت. إذا كانت أيضا لديك أسئلة أو مواضيع تخص تقنية، مواضيع تخص البرمجة وغير مواضيع، فلا تخجل ولا تتردد، وضعها على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي وسنكون سعداء بالإجابة عليها. إذا نبدأ على بركة الله ونذهب إلى محرك البحث ونكتب Warrior Forum. هذا هو المنتدى، ننتظر قليلا. وهذا هو الرابط الأول، ستختارون الرابط الأول. كما قلت يعني أقوى منتدى في العالم للديجيتال ماركتينج ويعني يخص العمل عن طريق الإنترنت وكسب المال. هنا لاحظ معي هذا المنتدى يقوم بتقديم يعني مثلا هنا يشرح الأفيت بروجرام مثلا، اسم المستخدم في هذا الموقع ريسورجو يعني 74 I can use success quality of lead training program which focus on per paid lead. يعني هو هناك شخص قام بالسؤال حول موضوع الباي بير ليد افيليت بروجرام، وهناك يعني تجد اشخاص يعني بروفيشنال قاموا بتجربة هذه الطريقة ونجحوا يعني في كسب خبرة في هذا الموضوع ويقومون بيعني اجابته. ما الذي عليه يعني لاحظ معي ما الذي عليه فعله، ما الذي يتمثل الافيليت بروجرام يشرح له. حقيقة سياسة الغرب رائعة جدا، يعني عندما يجدون مثل هذه الأسئلة فلا يبخلوا عليه يعني بالإجابة، يقومون بمساعدته إذا كان يعني هذا الطريقة حقيقة ناجحة في كسب المال، فيقومون بشرح له كل ما يدور حول هذه الطريقة لكي يتمكن من الربح منها. هنا يعني يسأل عن انستغرام، سنذهب يعني إلى موضوع آخر. Write my AdWords، هذا حول الأدوارد، هذا بونس البرودكت. هنا يسأل يعني حتى على أسئلة تقنية تلقى. لاحظ معي أيضا هنا لدينا 23 يعني إجابة، شخص يسأل سؤال حول يعني مشكلة تقنية ويقومون يعني بمساعدة. لاحظ معي 23 شخص قاموا بإجابته و يعني توضيح له النقطة التي يعني وقع فيها. هنا يتحدث عن أمازون أفلييت، هناك يعني برنامج كامل حقيقة، ليس يعني هو بروجرام كامل أمازون أفلييت للربح من الإنترنت. يسأل هذا الشخص إلدب البادرينو
لديه يسأل عن هذا التيم، كيفية عمل هذا التيم، ويقومون هذا هؤلاء الأشخاص يعني على المنتدى بإجابته وتفسير كيفية عمل يعني برنامج أمازون أفلييت لكي يتمكن يعني من كسب المال عن طريق هذه الطريقة. نستطيع يعني الذهاب ورؤية يعني موضوع آخر. هذا الشخص ديد روستر قام بكتابة يعني كتاب حول يعني طرق العمل عن طريق الانترنت وكسب المال، ويقوم بمشاركة هذا الكتاب، لا يعني لا يحتكر او يخفي يعني الطرق التي تعلمها من كسب المال، وانما يشاركها مع الجميع لكي يتمكن كل شخص حقيقة يرغب في كسب المال من الانترنت من تعلم هذه الطريقة، لا يحتكرها او يخفيها بل يشاركها في هذا المنتدى. حقيقة منتدى رائع، انصح كل شخص يقوم بالتسجيل في هذا المنتدى، هو ويعني التسجيل مجاني. وهناك ملاحظة ارجو يعني الانتباه منها، لا تقوم بنشر أي رابط يعني لدعاية لصفحة فيسبوك أو قناة أو غيرها من ذلك، لأنه سيقوم حذفك مباشرة بصفة نهائية، يعني هذا ممنوع في هذا المنتدى، فالرجاء الحذر من هذه النقطة لكي لا تخسر عضويتكم في هذا المنتدى. مثلا نستطيع مثلا السؤال حول باي باي. لاحظ معي هنا يعني وضعت موضوع باي بال، لاحظ معي الإجابات هنا، تجد كل ما يخص الباي بال. هناك يعني أشخاص الذي لديهم مشكلة مع باي بال يطرحون مشاكلهم، كيفية عمل باي بال وغيرها من المواضيع التي تخص باي بال. هذه الفكرة الأساسية من إن شاء الله حلقة اليوم. أرجو من صميم قلبي أن تكون قد استفدت من هذا الحلقة، من هذا أنا متيقن أنك ستستفيد من هذا المنتدى، منتدى رائع كما قلت. في التعليقات تحت الفيديو شاركني تجربتك مع هذا المنتدى بعد أسبوع أو أسبوعين من تجربتك له، ما الذي استفدت من هذا الموقع، المواضيع التي طرقت إليه. إذا كانت لديك يعني أسئلة حول الربح عند الإنترنت تستطيع أيضا مشاركتها في الموقع، لكن باللغة الإنجليزية، لأن هذا يعني الموقع يشتغل باللغة الإنجليزية، فمن المستحيل ضعها يعني باللغة، ضع موضوعك بالإنجليزية. إذا كما قلت ولا تبخل علينا صديقي صديقتي بالضغط على إعجاب الفيديو، شارك هذا الفيديو مع أصدقائك الذين يبحثون عن منتديات لتعلم الربح المال عن طريق العمل من خلال الإنترنت. تريد أن يصلك منتديات أخرى وطرق أخرى فسهلة يعني جدا. لا تنسى الضغط على سبسكرايب، اشترك في قناتنا وفعل خاصية الجرس ليصلك إشعار حول جديدنا. كما قلت إذا كانت أيضا لديك أسئلة فضع على صفحتنا موقع التواصل الاجتماعي، وسكونوا سعداء إن شاء الله بقراءتها والإجابة عليها. أيضا كما قلت لا تنسى تشاركنا تجربتك مع هذا المنتدى في التعليقات تحت الفيديو. إذا وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله في حلقة غد ملتقانا، فدمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.